الأخت أسماء تذكر بأنها تدخر رواتبها وهي معلمة في البنك، كيف تقول أخرج الزكاة لهذه الرواتب؟ هل هي كل سنة؟ نعم، تجعل كل تخرج فيه زكاة ما اجتمع وتوفر من الرواتب إلى مثلها من السنة القابلة، وتكون قد أدت الزكاة على الوجه المطلوب والحمد لله، ولا يسعها إلا هذا. نعم.